كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم على أمة المسلمين أجمعين، وتهنئة خاصة مني لأصدقائي وأهلي وأحبابي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وسعيد إن شاء الله. وإن شاء الله نتخطى الأزمة، وتفائلوا بالخير تجدوه، وإن شاء الله يهل علينا رمضان، وبفضل الله وبركة الشهر الكريم نعدي كل الأزمات بإذن الله، طول ما احنا مع بعض وإيدينا في إيدين بعض. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وسعيد عليكم يا رب.